حبايبي طلاب الصف الثاني الثانوي، اهلا بيكم، يا رب تكونوا بالف خير. النهارده هنشتغل مع بعض يونت 5 being smart online. قبل ما نبتدي الفيديو حابب اقول لك لو انت بتشوفني لاول مره يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بسرعه ندخل على الكلمات كده ونشوف الفوكاب بتاع اليونت بيحكي عن ايه. اعلانات البانر اسمها بانر ادفيرتس، استشير كونسلت، والبوست بتاعها كونسلتد. ملفات تعريف الارتباط اسمها كوكيز، يقوم بتنزيل ملفات داونلود، ودي كلنا عارفينها، والباست بتاعها داونلودد وعكسها ابلود، يعني يرفع ملفات على النت. متابع فولور، ينشر على الانترنت بوست موثوق فيه ريلايبل، حاجه انت بتثق فيها. نتيجه البحث ريسيرش ريزلت. الإعلانات الممولة اسمها Sponsored Adverts. يشترك في موقع Subscribe، والاشتراك اسمه Subscription. يزيل ملفات سبق رفعها Take Down. الإعلانات المستهدفة اللي بتستهدف فئات معينة من المجتمع اسمها Targeted Advertising. يحدث Update، يرقي برضو Upgrade. يحمل Upload، حديث up to date، مشاهدات يعني views. طيب نكمل بعد كده. المعلن اللي بيعلن عن حاجة اسمه advertiser، يتجنب avoid، مرتبك او متحير confused، بفاعلية effectively، خبرة او تجربة في الحياة experience، اضافي extra، مخلص او امين honest، ال h silent ما تنطقهاش honest. معلومات information وهي لا تجمع وهي uncountable، إذا تاخد is أو was أو has. الطعام السريع junk food اللي هو بنسميه برضو fast food. كلمات دلالية يعني keywords، معرفة knowledge، وجبة كبيرة mega meal في مطعم. يستمر بالقراءة read on، بحث research، مصدر أو منبع resource. يحفظ سيف. طيب يتصفح يقرا حاجه بسرعه سكان، يتصفح برضو يقرا حاجه بسرعه سكيم. خلاص يعني تبص في الحاجه بسرعه، ساعات تقرا الصفحات بسرعه سكان، تقرا حاجه بسرعه اكتر سكيم. هاتف ذكي سمارت فون، مدخل اكسس، يتأقلم أدابت، خد بالك في أدابت وفي أدوبت بالأو يعني يتبنى، يتأقلم أدابت تو دايما تاخد وراها تو. تطبيق اختصارها أب اللي هي أبليكيشن يعني. متصفح براوزر، زرار أو زر بوتون، شخصية أو حرف أو رمز الكمبيوتر اسمها كاركتر، ممكن شخصية في فيلم أو في مسرحية أو في قصة كاركتر. طب حروف في الباسورد بتاعتك اسمها الكاركترز. مصدر سوس، مهمة تيك تاسك، مهمة تاسك سوري. عنوان اللي هو URL على الانترنت، اختصار Uniform Resource Locator. موسيقار ميوزيشن، واضح obvious، طب وعكسها ambiguous غامض. كامل او تام perfect، يطبع حاجة print او لو printed يعني مطبوع. محترف او احترافي professional، يعني حد واخد الحاجة دي شغلته professional. provide تاخد دايما with، يزود بي. يجمع حاجة collect ومجموع يعني collection. شائع او منتشر common، عذر excuse، مزيف fake، شخصية او هوية identity، تأثير او يؤثر influence. يركب جهاز او يثبت برنامج انستول، فوري عاجل انستنت، ايرلندي ايريش، صحفي جورناليست، حياة لايف، مغزى او درس الاخلاق من اي قصة مورال، ينشر كتاب او مجلة بابلش، سلسلة سيريز، علم الاجتماع سوسيولوجي، برامج الكمبيوتر سوفت وير، سرعة سبيد، ينشر سبريد،
يختم ستامب، يسرق ستيل والباست ستول والباست بارتيسيبل ستولن، يفترض أو يظن سبوز نصائح تيبس، يثق تراست نسخة أو إصدار فيرجن. expressions أو phrases و idioms and prepositions في نفس الوقت at the same time بلمسة زرار at the touch of a button يعد مقال تاريخي do a history essay يقوم ببحث علمي do research والباس طبعا did research أو have done research يقوم بأشياء do things يتأقلم مع زي ما قلت لكم قبل كده adapt to adapt بالA لكن لو adopt بالO يتبنى حريص بشأن careful about يكتشف find out ممكن دايما تيجي find out about يكتشف عن يستخدم الانترنت go online طبعا الباست بتاعها went online يمتلك وسيلة للدخول على have an access to لديه خبرة have experience in يحافظ على keep something safe يحافظ على حاجة أمنة يعني معرفة ب knowledge of مليء ب full of معلومات عن information about يقلق بشأن worry about دي الكلمة هنجي الفيرب هنجيب منه النون والأدجكتيف adapt يتأقلم adaptation تأقلم adaptable قابل للتأقلم advertise يعلن الشخص المعلن عن حاجة اسمه advertiser الإعلان اسمه advertisement يطبق apply تطبيق يعني application اختصارها app يمكن تطبيقه something applicable browse يتصفح تصفح browse برضو تصفح browser يجمع collect مجموعة collection جماعي collective يستشير consult استشارة consultation استشاري consultative يؤثر influence تأثير influence برضو ذو نفوذ أو ذو تأثير influential يعتمد relay اعتماد reliance موثوق فيه أو يعتمد عليه reliable يشترك فيه subscribe اشتراك subscription يفترض suppose افتراض supposition من المفترض أن supposed نحل يا شباب مع بعض على unit 5 you can space a copy of some programs from any website for free طبعا هتعمل نسخة هتنزلها يبقى ايه download my parents always advise me to buy food from a space shop or market اشتري الحاجة من مكان يعتمد عليه طبعا reliable how do these insects themselves to شايفين to new environment تتأقلم يعني مع البيئة adapt to هتقولي طيب ايه adopt دي لك انا قلتها في الفيديو قبل كده المعنى يتبنى it's believed that yoga can help relieve stress بتخفف الضغط بطريقة فعالة يعني effectively space basketball players in America can earn huge sums of money بيكسبوا مبالغ جبارة اللي هي الباسكتبول نقول عليهم ايه professional basketball player اللي هو الشخص المحترف لاعب محترف طيب اللي بعد كده an electrician الكهربائي is coming tomorrow too هيركب لنا the new washing machine يبقى install The company had to hire الشركة لازم تستأجر an expert at computer to protect its system طالما هيحمي السيستم from hacking ان يحصل له هاك يعني يبقى software The main space of the story المغزى الأخلاقي هنقول ايه او الـ is a rich man of about 50 years old طبعا الشخصية هنا الأساسية the main character My friend's hobby هواية صديقي نقط rare stamps انه يجمع collecting rare stamps الطوابع النادرة of different countries من دول مختلفة He says that he hadn't understood the space of the film المغزى الأخلاقي من الفيلم أو الدرس الأخلاقي the moral شوف مع بعض الكلمة والمعنى بتاعها والمضاد adapt, adjust, reject fake, forged, genuine أصلي honest أمين هي sincere مخادع deceitful فوري instant هي immediate delayed متأجل نكمل برضو واضح obvious
apparent واضح, ambiguous غامض, professional هي expert, هاوي amateur, reliable موثوق فيه, trustworthy هي لكن العكس dishonest أو unreliable, speed السرعة, quickness البطء, slowness, subscribe اشترك, اشترك في حاجة, contribute يرفض, refuse, task مهمة عمل, duty irresponsibility انعدام المسؤولية, upgrade هي promote يقلل أو يخفض reduce. هنشوف الفرق بين load و unload و overload و download و upload. طبعا load اللي هو البضائع اللي بتحطها فوق عربية أو الحمل, ماشي. unload يفرغ الحمولة دي ينزلها, overload يزود الاستخدام قوي, ماشي. overload the bus was overload يعني كان عليه حمولة أكتر متحمل بزيادة, download يحمل من على النت, upload يرفع حاجة على النت. effective فعال أو مؤثر, و impressive فعال أو مؤثر بس يترك انطباع جيد. يعني مثلا فوق مكتوب the new vaccine is highly effective فعال against the disease. طيب the visit to San Catherine سانت كاترين is in Sinai was very impressive يعني كان ليها تأثير إيجابي, I enjoyed it a lot. يبقى الشيء المؤثر اللي بيترك انطباع جيد نقول عليه impressive. affecting يعني هنا يؤثر في العواطف, يعني خليك تزعل أو تحزن. the film about the poor girl was affecting مؤثر. عندنا experience و experiment. experience لها معنيين, يا إما خبرة يا إما تجربة في الحياة, وفي الحالة دي تجمع لو هي تجارب في الحياة اسمها experiences. experiment تجربة في المعمل وتاخد do أو does أو did. publish ينشر كتاب أو حاجة, ينشر كتاب أو مجلة. spread يعني ينشر مرض, ينشر إشاعة, ينشر خبر أو ينتشر. خلينا نحل مع بعض على يونت شباب. the young woman was not accepted ما تقبلتش for the job في الـ في الـ في الوظيفة بسبب for lack of بسبب قلة الايه طبعا الخبرة experience. some diseases بعض الأمراض كان نقط تنتشر كان by different insect بحشرات كثيرة طبعا spread. طب هتقولي publish, أقول لك publish بمعنى ينشر كتاب أو مجلة. software updates التحديثات بتاعت السوفتوير can be from ويب سايت طالما فروم يبقى تتحمل يعني داونلود. ذا بوتس فيرست بوك اول كتاب للشاعر القصائد بتاعته قصائد الاطفال اوف بومز فور تشيلدرن ووز طبعا الكتاب يحصل له ايه ببلش يعني ينشر او ينشر. ذا موست سبيس سوليوشن اكثر حل فعال هتبقى ذا موست افكتيف. تمام نطلع اللي بعد كده. الاهرام اورجانيزيشن مؤسسه الاهرام طبعا اول ما نعرف ان هي مؤسسه كتابيه وحاجات زي كده وجرايد يبقى publishes many modern stories. محمد صلاح از معروفه طبعا ان هو بروفيشنال فوتبولر. هتقول لي اي حاجه تانية مثلا اميتور. اميتور ده الشخص اللي هو الهاوي او اللي بيحب الحاجه بس مش متخصص فيها. ذا كومبانيز نيم از اسم الشركه بيطبع printed across the top of the letters they send. How do these insects ازاي الحشرات دي بتتأقلم مع قلنا adapt عشان في كلمة to. being successful is not an easy task يعني ان الواحد يبقى ناجح دي مهمة مش سهلة يعني. it might take 2 minutes to ياخد منك دقيقتين عشان this photo to the website انك ترفعها على الموقع يبقى to تاخد upload from تاخد download to the website upload to. mother advised me ماما نصحتني to not actor ان انا استشير دكتور اللي هي to consult a doctor if the pain is continued لو الالم مازال مستمر. ناخد اللي بعد كده. most websites معظم المواقع use not to enable them to show adverts cookies ملفات الارتباط. the computer system is new but ولكن هو جديد لكن للاسف so far it doesn't seem to be لا يعتمد عليه reliable. number 10 not advertising are those advertisements الاعلانات اللي هي بتستهدف الناس which appear to people تظهر للناس في الحاجه اللي هم مهتمين بيها and activity on the net يبقى قلنا اسمها targeted advertising. number 11 users have to pay المستخدمين لازم يدفعوا to be able to the trial antivirus ان هم يعملوا ايه upgrade يطور الانتيفيروس بتاعه.
سيلبرتيز المشاهير البوستات بتاعتهم اون تويتر يوجوالي ريسيف بتستقبل ملايين من الفيوز المشاهدات. نقط ويل باي هاير ريتس تو ادفرتايز، المعلنين بيدفعوا عشان يعلنوا ديورينج تايم ديورينج برايم تايم انترتينمنت شوز. طبعا الادفرتايزرز يو كان فايند ذا سايت باي تايبنج ذا، اي موقع انت عايز تعمله تطبع الكي ووردز بتاعته الكلمات الداله عليه. Young people get all their نقط about politics، بياخدوا كل معلوماتهم عن السياسة from watching television، معلومات اللي هي knowledge. نشرح اللي بعد كده. China is a country which has few energy نقط of its own، مصادر طاقة قليلة resources. I space the waiting list، أنا تصفحتها بسرعة. I scan the waiting list quickly. The line at the Facebook post is usually 30، اللاين بيكون 30 حرف 30 characters long في البوست. The researchers الباحثين space information جمعوا معلومات يبقى collected information. The actor was wearing، الممثل كان لابس شنب مش حقيقي يبقى fake mustache and beard ودقن for the role، عشان الدور اللي بيعمل كده. The adjective ambiguous غامض can be the opposite of obvious واضح. We must watch for our children، لابد ان احنا نراقب اطفالنا who go online بيطلعوا يعني يخشوا على النت. My young brother can play video games and talk on the phone at the same time. The adjective sincere مخلص is a synonym مرادف لمعنى كلمة honest. The research البحث اتعمل was done. As a young actor you have to be careful، طبعا careful تاخد about the role you accept. You can run this طبعا application تطبيق. Nowadays almost every young man or woman access اللي عنده مدخل للانترنت have access. You should visit few websites، تزور مواقع few websites قليلة to find out تكتشف المعلومة. The essay المقال can be considered a consultative document يعني استشاري.